بجد التحيه لحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على السعي الكبير جدا للاتحاد المصري لكره القدم لتكثيف المجهودات للتواصل مع الاربع منتخبات. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم طبعا او بنحاول ان احنا نتواصل طبعا مع الناقد الرياضي الاستاذ حاتم رضا اللي معانا دلوقتي في هذه اللحظات. صباح الفل عليك. طبعا بصبح عليك انا وزميلتي نواندو، وبنقول لك يعني اخر التطورات في هذا الامر. اتحاد الكره الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا لاستضافه الاربع منتخبات. يعني الامور ماشيه ازاي؟ هل ممكن نقدر ان احنا نصل لحل بالنسبه لهذا الامر ولا لا؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير على نوانت، وصباح شهيدي ومتابعي في مركز النادي الاهلي. بالتاكيد زي ما انت ذكرت يا كريم انه اتحاد الكره بالفعل بدا منذ فتره ان هو يتحرك ويتواصل مع الاتحادات الاربعه بعد قرار الكاف بعدم اعتماد ملاعبهم في التصفيات المؤهله لكاس العالم. اكيد انت عارف ان كاس العالم ده يعني حلم كبير، واكيد الهدف الاول لكل اتحاد او لكل مجلس اداره اتحاد الكره، وبالتالي ده الهدف الاول للاتحاد وشغال عليه بشكل كبير جدا. وبالتالي بدا في التواصل مع دي الاتحادات. عايز اقول لك انه يعني الاتصالات دي اثرت على الاتحاد السعودي، هو اول اتحاد بادر او وافق ان هو بالفعل تقام مباراتي منتخب مصر مع السعوديون ذهابا وهيابا في القاهره. ما عندهمش مشكله في هذا الشيء. في بعض المنتخبات لسه ما فكرتش او لسه ما عملتش قرار بشان الكلام دوت. يمكن منتخب بوركينا فاسو تحديدا رفض فكرة هذه الفكره، لانه هو شايف ان هو عنده حظوظ تاهل، وشايف ان هو المنافس الاول منتخب المجموعه دي، وبالتالي يعني ما عندوش مش محدد الفكره ديت. في منتخبات ثانيه زي جيبوتي، زي اثيوبيا برضو يمكن مش حابين الموضوع دوت، ولكن اتحاد الكوره برضو ما رماش الفوطه زي ما بنقول، وبيتواصل معاهم برضو بحيث ان احنا نلعب في ملاعب كويسه بالنسبه لنا زي المغرب مثلا، زي ما صدق قبل كده منتخب غينيا بتساوي في التصفيات، على اعتبار برضه ان المغرب قريبه مننا وعندنا ملاعب تستطيع ان احنا نلعبهم عليها بشكل كويس، بدل ما يعني يودونا في حته بعيده او في ادغال افريقيا زي ما نقول، خاصه ان يعني برضه عن بعد بوركينا فاسو وعايز يلعب في ليبيريا، ودي بالتاكيد هتبقى فيها صعوبه جدا وشق جدا علينا. يعني كلنا عارفين منتخب مصر رغم ان هو بيملك لعيبه على اعلى مستوى، لكن برضه للاسف تاريخنا في التصفيات بنخسر وبتضيع من نقط مع المنتخبات اللي هي يعني مع كل احترام ليها بتبقى مجهوله او بتبقى يعني مش واضحه كرويا او عندها عشوائيه كرويه، وبالتالي يعني نتمنى انه في الاخر طيب انا استاذ حاتم بس عندي سؤال، يعني اولا ليه ممكن يكون في تعنت في الرفض، ولا هو مش تعنت، هو مجرد رغبه في عدم الحضور؟ يعني اعتقد الموضوع مسهل بشكل كبير جدا، مصر مرحبه بشكل كبير جدا، لو جم هيبقى في امكانيات برضو بتساعد بشكل كبير. يعني سبب الرفض لو حضرتك عندك معلومه ايه؟ وفي حاله برضو الرفض، هل احنا بنتكلم لو ما رحناش لدول قريبه زي المغرب او غيره، هل بقى ممكن نتكلم في برضو مسافه بعيده هيبقى تعب وهيبقى اجهاد كبير على اللعيبه، وده ربما برضه هيؤثر بشكل سلبي؟ يعني خلينا نطمن من حضرتك. يعني بص، هو مش عايزين نقول تعنت بقدر ما هو يعني زي بقول لك هو منتخب بوركينا فاسو تحديدا هو اول منتخب يعني اعلن رفضه للفكره دي، لانه هو شايف ان هو المنافس الاول لمنتخب مصر في المجموعه، شايف ان هو عنده حظوظ، وبالتالي لان هو لاعب المصريين في القاهره فده بيدي افضليه لمنتخب مصر عليه بحكم طبعا عمليه الارض والجمهور، وبالتالي هو يعني هو عايز يلعب في حته او في مكان يستفيد منه من الجمهور بالتاكيد، يعني يلاقي منتخب مصر بدرجات الحراره بالارهاق بالسفر بالكلام ده كله، وبالتالي فكره ان هو يجي يلعب المصريين في القاهره بالنسبه لمنتخب بوركينا فاسو دي هو يكاد يكون رفضها او مش محبذها. منتخب اثيوبيا اعتقد برضه نفس الكلام، هو رفض الفكره دي في التصفيات لانه كان معاه في المجموعه ورفض ايضا، لكن زي ما بقول لك هو منتخب سيراليون حتى الان هو المنتخب اللي بالفعل وافق، وان شاء الله يكون مباراتين بيقاموا في القاهره ان شاء الله، وده يعني هيساعد مصر كتير ان شاء الله انه يضمن ست نقط باذن الله. زي ما بقول لك يعني هو الفكره انه برضه المنتخب اتحاد الكوره بيتعامل برضه مع البلان دي اللي هي رفض المنتخبات دي ان هي تلعب في القاهره، وبالتالي برضه بيحاول يتواصل معاهم ان هو يلعبوا في المغرب كحل وسط، وبرضه بالنسبه لنا كمنتخب مصر مش بعيده علينا الاجواء منتخبها. يعني نتمنى المجهود في اخر تسفل عن ان شاء الله نتائج طيبه لمنتخب مصر تخدمنا ان شاء الله في مشوار التصفيات. نتمنى ونامل ذلك حقيقي، يعني وفكره حل وسط اعتقد دي افضل الحلول فعلا. شكرا جدا ناقد رياضي حاتم رضا.